محكمة ICJ أيها صوبر لغي صور بحين تيدي وقوه الرئيسي كساب سنيد دعودي دولد ساود أفريكا أي كانتي محكمة تاس و إسرائيل أي كو أيديسي إن أي حسوق بأنك جيستي قدها مرنك قزة إلا يهاتن أي كوتو حقاياها قرامة مدوبي أنتونيو غوتيريس أي كهالي حالد كتاقر مرنك قزة إسلام راحان تانا شاقي نتنياهو إنو ديدو إن دولد فلسطين فلسطين اللي يراها الله يقليرو وإن عالم كون ميل قروغ سوود جيستا أرن تاسنا قاشان كالودرا لبدا قدوا أيو برنامج كنو داري هاي ساحبيال وآفري لباتنك بيشا كوبان لبدا كوني آفري لباتنك وحر داواني سان بريد سوماري تي في ميل كستور دوني كجوكتان وإنو دين سوود وينينا وحينو كوهر رينينا مركو ورئيسا هالكاسي أنتونيو غوتيريس إيا يونايتد نيشن ك سعدي ودن بيسي هذا الكيسي عالم كسو جي تي اي انو ايجي نا اي وليبا وربحين ادي اد درين كي يدو ولا ته دات كريقة زي انت بدا وربحين تو ايسن سيوين او غاها لنن اي انو برنامش كان قيب تهور كدو الستاقينا فلن نلو ذاقا ميلاها كردوان البرنامش كان كداور ايسان حتى ما حوغا ايها قرمان مدو بي ايها شاقي هذا الكيسي نحن كيسا دان سو كوبنو انشان يلواتن كنو الرين فلسطين اللي قدر يمانك قزا لحذن كنا اي داو عيهين إسلام رحان تان عندما ذا إسرائيليين تو أيك جيسانيان قدها مرنك قزة قال رحان هاتن خان يونس ورر علوس أو مركز أو كتر مامي إليهين عقاب وضريت أن لو أبير أو قدن شعب كرية فلسطين هذا كان عريسي ميزان أيو ليهي حيال عقاب وضريت كا أما ددك أو لو كلا أبير أو مركز لبابيو وحا أي قل لك أتهي كيس كدعوة أو نصوص على برنامج كي نقيبت دنبات كداون دورتان وحا أويريها دبع عقاب وضريت كل شعب كرية فلسطين أيها كسو عطمارين كغزة قارهان خان يونس حالة الرئي غزة مثل قياس كرا أما إريال وسوكو بكرا ما أهنا يويري 1.9 مليون كمدة شعب كرية فلسطين أيها رفا كروسين كسوغان أو حالكا اسكو دول سارن هدي أوسن غزة كو دلين بويري حبادو أيسن كو دلين أما مدفع أوسن كو دفنين أما قاجة آذانو لمنين حنو نظفا فا أو سي حولي أوسعودة أي أكو دليا أيوه. كمانكن أي كمدا كمانكن أو كمدا شعب كرية فلسطين أي واحد قبل أيوه حنوم ككنسر كغيبي سكر الدول يولي بح حنوم هذا كليها كل عاد يا مركز دكتور باينين ليكو ذا السفيو. كواس أو عن كبي إكرين قزة أو عن داور راتن كرينين اسم تعلذين اللي قبل بوري. حالة مرن كقزة أيو أذيا دكتور لحتري وسوين أو غيره الله. هذا الكيس يا سواسي وتا أيو واحد ويري. dad kaaru qasa kama bixi karaan ayuu yiri toban kumanaanka kuna ee kaliya ay xanuunayaan isla mar ahaantaasna xanuunka kansarka qaba shacabka reer qasa kuma noolaan karaan galay dabada looga keenay waxaanu ognahay dadka reer falastiin guud ahaan gaar ahaan reer qasa inay dad beerley ah wax soo saarta sharaf iyo karaamo iyo cizila ay yihiin oo aan jecleyn inay dawarsadaan oo ayagu waxna qabsadaan oo noloshooda maareeyaan dooniye haatan xaaladda ay ku sugan yihiin waa xaalad aad iyo aad u liidata وحنا أركي سنسلو أنتونيو غوتيريس وغهلية هذا الكسياسة غوسيو تايو وحا وشيغي وأنتونيو غوتيريس وغيغي دين مغضي منك أيا وحا وشيغي إن أسيدو كلا ولع وين وحوك موجياني لهذا أن دتكر أن ري فلسطين أمركا إذا ماذا إسرائيليين تو أي سوحران أما أي سوق بقبتان أما أي قفالة وحا دون تلبقو قيحة ومركا تعديل لو كيستو لعتيد أسماء هنا يجري مثل جرت قزة أو كلية برسو حيك جرت دان تقل بيضا ولا حيستو وليها شعب كرية فلسطين أي سيقر درع لو بربرونية وحنو أرقنا مركا قاركود إسرائيليين تو أولي بوريا ولا بربرونية وحا يسكالة شخصي أرقا جحيسة واسعيو هذا الكون ياري دابا دان نقولي أي هلكا لغو بربرونية حالتاس أيو آذياد وغهالي أنتونيو غوتيريس حاتم وحا وكالي أرنتا مهم كأي عليس كاله يكو سابسا مستقبل كشعب كاري فلسطين وحا ويلي حدي أن لي وإن لي يقليلا دلي لهذا فلسطين وفلسطين أي حر نقطة أو مركا لبوضن وإزقرب يالا أي نقطة حدي أنساس ليرنين what is the alternative وام حي فرصة دكرو أي هيستان شعب كاري فلسطين مستقبل ماله ريو ملحن فكر أي مركز أي رياء يكون معريان مستقبل كوضع موحى يكون رياضة ما هي سر يجري حبس دش كفرا إن يكون جرا أي شيء هذا هو الإنسان كي يولي بقرة مدى مدوبي قال حان شعب كرة فلسطين قزة كنور أن بيا الله ما أقوله أو دبده حكم ما كران أو أيوب محمد وفي كران وحول بقون رش هذا كسابسا وح حكم تعب ما مش إسرائيل عرك الأول كي يبدأ أي أيام ما مرة
sida hadda maabka halkaan idin kaga muuqdaaba oo idin tusayo. Waa hagaag. Si kastaba daawada yaraha ahaatee waa idin soo dhaweynaynaa fadlan nala wadaaga goobaha kala duwan ee barnaamijkan kala socotaan iyo kuwa kale taageeradiinana waa in kaga mahad celinaynaa. Antonio Guterres oo hadalkii sii wata ayaa waxa uu yidhi What is the alternative? Waa maxay fursada kore ay haystaan dad xabsi dusha kaga jira mustaqbal aan lahayn ee markaas iyo wax ay ku riyoodaan iyo rajo midnaba? In Israa'iil ay diiday mas-uuliyiinta ugu sarreysa Israa'iil isagoo Netanyahu ula jeeda in uu diida, ayuu yidhi two-state solution waa wax aan la aqbali karin, waana sida keliya ee xal waara lagu gaari karo. Waxa uu yidhi madaxweynayaal iyo marweyn, haatan waxa la soo gaaray, ayuu yidhi xilligii loo hiilin lahaa shacabka reer Falastiin oo dowlad Falastiin la yidhaahda la yegleyn lahaa, isla mar ahaantaana loo hiilin lahaa, ayuu yidhi reer Israa'iil, si markaas nabad waarta loogu wada noolaado. Antonio Guterres oo hadalkii sii wata ayaa intaa waxa uu ku daray inay daruuri tahay in la soo afjaro, la joojiyo cawda loo jaro Israeli occupation of Palestinian territories, dhulka reer Falastiin ee markaas Falastiiniintu ay leeyihiin, in ciidamada Israa'iil ee ku jira ee gudaha ku jira ee maamulaya noloshooda oo dhan gacanta ku haya in cawda loo jaro si reer Falastiin ay xorri noqdaan. Haatan daawada yar waxaynu aadaynaa halkaas iyo ICJ-da. Hadalka Antonio Guterres ayaa waxa uu imaanayaa xilli caalamku maqshib iyo maqribba ummaddu ay leedahay taageero badan ay siinayaan shacabka reer Falastiin, Israa'iilna si weyn loogaga soo horjeedo dagaalkuna uu daba dheeraaday. Dabadbaxyada caalamka gelgelay waxaa ka mid a kan haatan aad daawanaysaan, aan codkiisa waxay leedahay maqashiiye inta aanan u gudbinin haddii Ilaahay yidhaahdo qaybaha kale ee barnaamijka. You refuse to turn away. You refuse to do nothing. So our protest cannot end and it will not end. Next Saturday, we need you protesting again. Mid ka mid a duxabxyada Brut Somali TV ay idiin soo duurtay ee magaalada London ka dhacaya, cid walba ayaa joogta, cadaan, madow, layar, you name it, dadku halkaas waxay u taagan yihiin shacabka reer Falastiin ee dhiiggooda uu daadanayo ayay ka xun yihiin, wayna isku soo baxeen ayagoo taageero cad u muujinaya fartiinoo diray. Caalamka ayuu ka socdaa dabadbaxyadaas lagu doonayo in nabad lagu helo, nabad la helo, dagaalkuna uu joogsado. Haatan waxaynu u gudbinaa daawadayaal ICJ-da. Maalinta jimcaha ee nagu soo foodlay ee 26-ka bishan January, bishan January aynu ku jirno, June baan oran gaaray raalli ahaada, ee 2026-ka jimcaha nagu soo foodla haddii Ilaahay yidhaahdo, ayay maxkamaddu waxay soo saaraysaa ribootkeedii koowaad. Waxaan rabaa ribootkan inaad si fiican iskula fahno haddii Ilaahay yidhaahdo, kani ma aha kii ugu dambeeyey ee kama dambaysta ah, ma ahan, kani waa kii koowaad weeyaan. Waxa uuna daaran yahay 2 qodob oo keliya. Qodobka koowaad, dacwadii ay keentay dowladda South Africa oo ahayd in markaas Israa'iil weerarada ay waddo oo xasuuqa ah ay joojiso oo shacabka reer Falastiin laga difaaco weerarada Israa'iil ay hayso ku hayso, xabadana la joojiyo, waa goolka koowaad weeyaan. Xubinta 2aad ee barnaamijkan uu wato waxay tahay Israa'iil insan dulo loogaga dhigo sharciga in ay u hoggaansanaato oo markaas shuruucda u taala Genocide Conventionka ay u hoggaansanaato, aysan noqonin Israa'iil mid markaas iyadu ka sarreysa sharciga, ayaa lagu yiri warbixinta. 26-ka bisha koowaad 2024-ka ayaa waxaa soo baxaya warkii, warbixintii ugu horreysay ee maxkamadda, si weyn ayaa isha loogu wadahayaa dad iyagu asal ahaan kasoo jeeda Israa'iil ama Jewsha oo markaas garyaqaano ah kuna takhasusay xasuuqa iyo sharciyada la halmaala, ayaa laftigoodu sheegay in kiiska South Africa badda ay keentay uu yahay mid markaa afka ka xiran una hiilinaya markaas dowladda, iyadu markaa dacwadaas gadaal ka riixaysa ee South Africa Israa'iil la rajaynayo in aysan markaas ku guuleysanaynin dooda ay soo bandhigtay. Dhankay ka baxdaaba, barbarkay ka baxdaaba, waa bakayla qaleen miyaa la oran jiray, mase bakayla mareen? Waynu eegi doonaa wixii kusoo kordha, waa idin kaga mahad celinaa waqtigiin. Intaan kaloo kale dib u ku yimi doono Soomaaliya diida ceeb naftiina ka dhowracay nabadgelyo.